السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، امور هانيه، صحيحه، لاباس، هانيين مهنيين مرتاحين، كلشي مزيان. اسمحوا لي التقرقيب مع جالس حدايا ارين لانني غير واقفه. كنت ديتو عند الطبيب وقلت منا حجه وزياره نيت ندير لكم هذا الفيديو هذا، لانه كانت فيه شويه سخانه وديتو للطبيب. المهم بنات، شغنقول لكم؟ شكرا لكم بزاف على الرسائل ديالكم، على الميساجات ديالكم، على الناس اللي عزاوني، بخصوص ماما اللي توفات، الناس اللي ما عارفينش ماما الله يرحمها، مشات عند الله، الله يرحمها ويوسع عليها. بالنسبه للبنات، هذا هو السبب ديال الغياب ديالي. ماما مشات لدار البقاء، مشات عند الله، الله يرحمها ويوسع عليها. ودرت لكم هذا الفيديو هذا. بزاف البنات كنشوف الرسائل تخلعوا عليا، سمحوا لي بزاف، لدرجه ما بقيتش يعني عقلي ما بقاش مستوعب هذا العالم اللي انا فيه. ترفعت صافي، واحد الوقيته كنحس براسي غادي ندخل في اكتئاب، يعني ما بقيتش كنريزوني شنو، يعني التفكير ديالي ما بقاش واضح، ما بقيتش عارفه شنو كندير، ما بقيتش. يلا دابا وليت كنقدر ندوي شويه وداكشي. قبل يعني بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى والصديقه ديالي وقفات معايا، وقفات الرجال، مسكينه ما خلاتنيش، بقات معايا يعني هذه الفتره كامله وهي معايا. لو بقيت راسي يعني لو كنت راسي في الدار يعني 100% غنحماق، غنحماق. وجات مع هذا المرض، وجات مع يعني بزاف الضغوطات، صافي الواحد راه غادي يتسطق، يخرج ليه العقل. والحمد لله عاوتاني حنا مسلمين، كنقدروا كنتقبلوا يعني قضاء الله، هذا قضاء الله، وكما كيقولوا في الاجل. ولكن الفرق صعيب 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 بزاف، يعني ما غادي نقول لكم، انا نهضر لكم شويه ومن بعد غادي نقول لكم كيف شنو السبب كيفاش توفات ماما. بزاف البنات تيسولوني. نصيحه اللي نقولها لكم البنات، تهلاو في والديكم، الله يرضى عليكم، تهلاو في والديكم. راه الا كنتي مقصره راه غادي تحماق. يعني انا الحمد لله ما نكذبش عليكم، يعني اي حاجه كانت كتبغيها كنت كنديرها ليها، ولكن كنت كنقول علاش انا ما درتش هادي وما درتش. كتبدي تحسي براسك واخا حوايج اللي انت ما كانتش يعني من الضروريات، كنتي كتبدي تقولي لا علاش ما درتش هادي، علاش ما درتش هادي. واللي زاد ضررني في خاطري اكثر هي انني كنت موعده بشحال من حاجه غنديرها ليها، وكنت ناويه المجيه الجايه ان شاء الله دايره لها واحد المفاجاه كبيره، ولكن خساره خساره خساره. عرفتي كنبقى نبكي على هادشي. دابا تخيلوا معايا انا خارجه كنشوف بلاصتها خاويه، ديما هي معايا، جاتني صعيبه صعيبه بزاف. ديما غير كنكون خارجه كنبدا نبكي، ديما شوفوا عيني ديجا غيبانوا لكم حمرين، كنخرج كنبكي، كنرجع كنبكي، يعني العقل ديالي ما تقبلش، ولات كتجيني حياه باس. لا كنخرج للبلايص اللي كنت كنمشي معاها ليهم، كنحس بواحد الضيم وبواحد القهره في القلب ديالي، لانه كانت صاحبتي ماشي غير ماما، صاحبتي واختي وفيها كل شيء. ويكذب عليكم الكذاب اللي يقول لكم شي واحد بلاصه الام كتبقى بلاصه الام، ما كاينش حد اللي غيجي في بلاصتك، واخا يكون كيما كان نوع ديال الشخص، واخا يبغي اي واحد يبغي يعودك على الفرق ديالها، الام كتبقى هي الام، ما كاينش شي حد اللي غادي يجي في بلاصتها. سواء ما بين يعني كتكوني حاجات ديالك كتقول لهم ليها، كتكوني كتفشي عليها قلبك، كتكوني ما كديريش منها احتياطات. هذيك الام ديالك، هذيك هي قلبك، قلبك هذيك هي كل شيء، كتقولي لها كل شيء. انا بعدا ما وقتش اي حاجه كترى ليا ولا كتوقع ولا كنبغي ندير شي حاجه كنتشاور معاها، نهضر معاها، يعني كنحس بها قلبي، قلب ديالي. يعني دابا كنحس راسي قلبي فقدته، قلبي فقدته، جاتني صعيبه بزاف والله ما نكذب عليكم، ولكن اش غندير، الحمد لله ما سهلاش. دابا راه وليت كنقدر كيف قلت لكم لدار نجمع شعري، ضعتي راه صاحبتي مسكينه هي اللي ولات كتمشط ليا شعري، هي اللي ولات كدير ليا كلشي. يعني ما بقيت كنقدر ندير والو والو والو، لدرجه الماكله بقى لها اللي توكلها ليا، ما بقيت كنبغي لا ناكل حتى شي حاجه، وهي اللي خرجتني من هذا الضغط النفسي الصراحه. جلست معايا يعني هذه الفتره كامله وهي معايا، الله يجازيها بخير ويخلي لها بنتها. واش غنقول لكم؟ فانا اللي بغيت نوصيكم عليه، تهلاو في والديكم، الله يرضى عليكم، تهلاو في والديكم، تهلاو في والديكم. راه مساكن هما اللي كيكون كيشوفوك انت هي، انت هي عينيهم. انا ماما مسكينه عرفتي، تخيلوا معايا قبل ما تمشي عند الله في السبيطار، عرفتي كل شيء والحمد لله مشات راضيه عليا، دي حاجه فرحاتني، حاجه فرحاتني انها مشات راضيه عليا. تخيلوا معايا الفرام ليا رجال وبنات، يعني كتقول لهم اسيا، كيقولوا لا لا حنا راه ماشي اسيا، هي غتجي عندك شويه، غتجي عندك اسيا. كتقول لهم لا
انا بغيت نعيط عليكم اسيا، واخا هي عارفه هم ماشي اسيا قلبها، شوفوا سبحان الله لسانها ما بغاش يتحيد لها منه سميتي، كتقول لهم لا انا بغيت نعيط عليكم اسيا خصكم تقبلوها، ومساكن حتى هما داروا لها الخاطر يعني ولات كتعيط غير بسميتي. الحمد لله والشكر لله. وفي الكلمات الاخر ديالها قالت لي، واخا ما حضرتش معاها صراحه منين ماتت، ولكن قالت لي انا الصراحه، قالت لي انت مرضيه، انت مرضيه وما كاينش بحالك. ومهم هذه الهضره اللي سمعتها منها والحمد لله فرحتني، مرضيه وقالت لي فينا هو ارين بغيت نشوفه. قلت لها ماما راه ارين ما كاينش في الدار، ما نقدرش نجيبو، كتشقي عزيز على ارين بزاف كتحماق عليه. قلت لها ما نقدرش نجيبو لك ماما، راه مع دابا مع المرض راه ما كيخليوش الدراري الصغار يجيبو، ما نقدرش نجيبو لك، راه يحبسوه ما يخليوش يدخل. قالت لي عافاك جيبي ليا كتلفي. قلت لها ماما عافاك عافاك راه ما غاديش يخليو لنا نجيبو، صبري حتى ترجعي للدار. قالت لي يلا ديني للدار. قلت لها ماما غير صبري حتى تعالجي وترجعي للدار. ما قدراتش، ما بغاتش ضروري، قالت لي بغيت نشوف ارين مراه مسكينه، وهي داك النهار هو اللي في الليله ديالته اللي غادا تموت فيه، حنا ما فراسنا والو، ما عرفناش انها غتموت، ضحكات معانا يعني مسكينه. ولكن واخا كانت كتشوف شي حوايج كانوا كيبانوا لها شي حوايج، وحنا ما يعني كنقولوا واقيلا غير مع التبنج ولا شي حاجه دايرينها لها، هذا يعني التخدير ديال الدواء وداك الشيء هو اللي خلاها كتقول فحال هكاك، وهي راه مسكينه كتشوف العالم الاخر. شنو نقول لكم من بعد تقول لي سلمي لي على ولادك. قلت لها ماما، قلت لها ماما عندي غارين شكون ولادي، بديت كنضحك. قلت لها ماما شكون ولادي، قالت لي سلمي على الوليدات الاخرين، هي راه مسكينه كتودع. ايوا هادشي اللي كاين، هادشي اللي عطى الله. الصدمه الكبيره هي فاش انا بغيت غير نعاود لكم باش تعرفوا كيفاش تطرا هادشي. الصدمه الكبيره هي مع الليل عيط لنا الطبيب مع 11 الليل، قالنا دابا خصكم تجيو ضروري. انا ما توقعش انها تكون ماتت، كان ديك الساعه يلا كتدخلها سكرات الموت. قالك دابا خصكم تجيو ضروري دابا دابا. مشينا طايرين كنصحبو حنا غير شي عمليه ولا شي حاجه غدير لها داك الطبيب. شنو واش قالك الطبيب شي حاجه؟ قال لي لا بابا مسكين حاس كاينه شي حاجه. قال لي تبتي راسك وما تخلعيش. قلت لي علاش كتقولي هاد الهضره؟ قال لي غير تبتي راسك ما تخافيش وخليك خليك قويه، خليك قويه راك ماشي بوحدك راك حامله خليك قويه. عرفتي دخلت اش نقول لكم، لقيت ماما ميته مسكينه، عرفتي واحد الصدمه اللي قويه. ليش ماما مسكينه صافي الدم والامانه امانته، كتبان لي داك ديال القلب ديال دقات القلب فيها زيرو، هادشي واحد الاحساس خيب كتشوف فيه صفر. صافي انا بغيت نحماق ديك الساعه، تي كنغوت ربي اللي خلقني. كتبان لي الدنيا ظلام عرفتي، وباقا كنحس بها باقي دافيه، كنقول لها ما يمكنش ماما ماتت، كنقيس وكنفيق فيها كنقول لها نوضي يا ماما نوضي، ولكن هي مسكينه الدم والامانه امانته. ايوا الحمد لله، احساس صعيب عرفتي، داك الشيء باقي ليا بين عينيا كل نهار كنتفكرو، بالليل كنبقى نتفكر هادشي، كل دقيقه كناكل وكنتفكر هادشي. جاني صعيب الصراحه بزاف، هادشي جاني صعيب 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 واحد الدرجه ما كتصورش. ايوا هادشي اللي كاين البنات، وجات يعني ما قدرناش نديرو، بغينا غير نديرو زعما صداقه، راكم عارفين ونجمعو فيها العائله والحباب، ولكن راكم عارفين مع المرض ما تقدري لا تجمعي الجيران، ما تقدري لا تجمعي عائلتك لا شي حاجه. وسمحوا لي بزاف، تنشكر المتتبعات الله يعطيكم الخير، الرسائل ديالكم سمحوا لي ما جاوبتش، واليوتيوبرز القنوات الكبارين الله يحفظكم، القنوات الصغارين الله يحفظكم حتى نتوما ويسهل عليكم كلشي كلشي، ما قصرش العائله الصحاب الجيران القدامين الجيران اللي معانا حتى هما مساكن ما قصروش، يعني كلشي 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 الناس كاع كانوا معاه وسبحان الله كلشي كان عنده ميسر ربي، داكشي كله دايروا له ميسر، كلشي مساهل وكلشي كان هو هذا. الحمد لله على كل حال، الحمد لله ربي بغاها وداها ترتاح في داك المكان ديالها، والحاجات اللي انا ما درتهمش لها كنت موعده بهم ان شاء الله ربي، يمكن ربي بغاهم لها حسنات، هذوك هي دار البقاء، هذوك هما اللي غتستافد منهم تما ان شاء الله باذن الله. وكنشكركم ونعاود نشكركم كما قلت لكم صحاب القنوات الكبارين الصغارين المتتبعات كلشي، الناس اللي وقفوا معايا وساندوني ودعاو مع ماما الله يعطيكم الخير، الله يخلي لكم والديكم، واللي ماتوا لي والديه الله يرحمهم. نعاود نقولها لكم، تهلاو في والديكم، تهلاو في والديكم، راه احسن حاجه انك تسمعي الرضا ديال والديك، والحمد لله انه ربي جابني في هذه الوقيته. انا ربع المرات باقي كنتعجب كنقول كيفاش واش ربي واقيلا كيبغيني بزاف انه جابني في هذه الفتره وكيبغي ماما لانها كانت مرضيه.
جابني ليها في هذه الفتره اللي انايا بعيده، تخيلوا معايا من بلاد اخرى، نهار وصلت سد الغدلي المطار، يعني واحد الحاجه اللي يعني فرحت الحمد لله. خرجت وخا ما خرجناش داك الخروج، ربي جابني ليها باش تخرج دير معايا الخير، ربي جابني ليها باش نكون معاها في الوقت الشده والوقت المرض ديالها، باش نوقف معاها، باش مشيت وجيت درت مع بابا هادشي ديال السبيطار ديال المهم هادشي طويل، يعني بزاف د الحاجات اللي الحمد لله انا فرحانه على هاد المجال قلتها لكم، وربي شوفوا انتم وصلني لهاد الكلام اللي قلتوه انتم شفتوا بعينيكم. كنت لكم قلت لكم انا ما ندماش على جيت، كاين اللي كان كيقولوا لي علاش جيتي دابا غتكوني ندمتي، ما ندمتش ما ندمتش، في الاول فرحت الناس ما ندمتش، كنقول فرحانه جيت عاونت الناس، ومن بعد فرحتي زاد كبرات منين انني كنت مع ماما مسكينه، منين الدم والامانه امانته كنت معاها وقفت معاها، ويعني درنا شي حوايج يعني اللي الحمد لله فرحانه بهم الحمد لله على قدر الله. يعني عاشي قلبي مقصح ديال بصح، قلبي مقصح عاشي كنحس بيه محرود بحال هكا، يعني كنخرج حتى حاجه ما كنستمتع بها، كيبان لي ظهري تهرس، عرفتي كيف تكون عندك واحد الجهد كتحسي براسك بحال واحد الجبل كيكون واقف كيتضرب ليه النص ديالو كيريب، انا بحال هكا كنحس دابا، كنحس براسي حتى حاجه ما بقيت كتحسسني بالسعاده حتى حاجه، ويعني ما بكيت بزاف عاوتاني وتالمت، مشيت يعني جاتني واحد حتى انا مرت واحد المرضى اللي خيبوا لي البابا مسكين، حتى هو جار معايا في هذا في الكلينيك، جاب الله كان الكلينيك غير حدايا هنا ديال الولفه ديال الشيخ خليفه، مشينا ليه يعني واحد الحاله حتى انا يدس منها، لكن الحمد لله جاني بحال واحد يعني التسمم ديال الحمل، الحمد لله دابا وليت مزيان، يعني دازت عليا واحد الحاله ما نكذبش عليكم، ما بكيتش بزاف وقلبي كان كيضرب بزاف، الطبيب قال لي هاد الضربات ديال القلب غير ديال البكا اللي بكيتي، لانه قال لي واش جاتك شي صدمه شي حاجه، صافي بابا قال لي راه الوليده ديالها يلا ماتت، قال لي راه سي نورمال القلب كيضرب بواحد الطريقه اللي مضروبه بزاف غير ديال الصدمه، يعني شي حاجه اللي جاتك واحد الصدمه، يعني جاتك شي صدمه في حياتك، والحمد لله والشكر لله هذا قضاء الله وقدر، واش ما عندنا ما نديرو، الحمد لله ما علينا الا بالدعاء، واخا كتجي صعيبه كما قلت لكم، والحمد لله على كل حال. هادشي اللي كاين البنات، كنشكركم بزاف وما تخلعوش عليا، دابا انا وليت شويه الحمد لله، واخا باقا فيا الصدمه، ولكن يعني خصوصا مني كنتعزل راسي كنكون مصدومه بزاف، صافي كنولي نبكي وكنولي نحس بالضيم وكنحس براسي صافي حياتي، كنقول حياتي لا شيء بدون ماما، حياتي باسله، حتى غنرجع البنات الغربه غنرجع للدار لهيه عاد باش غادي نحس مزيان، باش غادي نحس مزيان، لانه دابا واخا هكاك كنحس براسي، حتى الدار راكم عارفين بنادم كيكون كنحس براسي قريبه لها، كنحس براسي كيجيني الضيم، كنمشي للقبر ديالها كنحس بالقرب ديالها، عرفتي غنبعد عاوتاني غنحس بفيلم خور، مكالمات ما كاينينش، الو ماما ما كايناش، بزاف د الحوايج اللي غادي. المهم البنات دعيو معايا ربي يصبرني باش نخرج من هذه الازمه، دعيو معايا ربي يصبرني ونرجع لحياتي الطبيعيه، واخا ما غاداش ترجع 100% من بعد الموت ديال الوالدين، واحد من الوالدين صافي ظهرك كيتهرس. المهم البنات ما نطولش عليكم، غنمشي دابا باش يلاه من الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نرجع معكم، لاني اول حاجه غادي نديرها هي انني غندير لكم السحب باش يتحيد عليا هادشي، حتى هو هزا بحال تقلق انه امانه عندي داكشي ديالكم، غادي ندير لكم السحب وغادي نحط لكم غادي نحط لكم الفيديو اللي فيه داكشي كامل ديال الهدايا اللي ربحتوها في المسابقه الاخيره قبل ما تموت ماما الله يرحمها، فغادي ندير لكم السحب وغادي نعلن لكم على الفائزات. المهم تهلاو ليا في راسكم بزاف ودعوا معايا الله يصبرني الله يصبرني باش نخرج من هذه الازمه باش نرجع العقل ديالي للطبيعه ديالته، لانه كنحس براسي مرفوعه في عالم اخر. الحمد لله على كل حال، تهلاو ليا في راسكم بزاف بزاف، عافاكم تهلاو في والديكم، اللي مخاصم مع والديه يتصالح معاهم، اللي عنده يعني اش كيقولوا ليه يعني ما مهلاش والديه عنده ما مهلاش والديه يتهلا فيهم، اللي ما عندوش كلمه طيبه يتهلا فيهم، بزاف الحوايج كيفاش تقدري ترضي والديك ولو كيقول لك غير بكلمه طيبه راه عندك اجر ربي كيشوف، ماشي بالضروره تقولي واه خصني ندير وخصني، راه ربي كيقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، كل واحد على حساب يعني على حساب هو شنو عنده،
عندك تهلاي فيهم، ما عندكش ربي كيشوفك تهلاي فيهم غير بحال هكا، عاونيهم دير لهم شي حاجه اللي تعجبهم، جلس معاهم، عطيهم وقت، ما تهملهمش، لانه فاش كيمشيو كتولي تحسري على داك الدقائق اللي ما جلستيش معاهم فيهم، غير دقيقه ضيعتيها. بحال دابا انا الجلسه اللي كنت هنايا كنتفكر بعض المرات كان كيجيني النعاس، كنشد التليفون وكندخل للبيت وكنبقى شاده، كنقول علاش داك الوقيته اللي شديت فيها التليفون ما جلستش مع ماما، ايا مشات وخلاتني. يعني هادو تا هما حاجات اللي ديروا معاهم البال، ديروا معاهم البال وتهلاو في الوالدين ديالكم، راهم ما دايمينش، يعني حنا ما دايمينش في هذه الحياه وهما ما دايمينش لينا وحنا ما دايمينش لهم. فلهذا ولا ماتوا لكم والديكم تهلاو فيهم بالصدقات، بالدعاء، بالصلاه، نهديوهم بحال هكا بزاف د الحوايج. هادوكم يعني احسن رضا ديال الوالدين في الحياه، خصك تكوني مرضيه معاهم، وفاش يمشيو عاوتاني ما تنسيهمش بالدعاء وبالصدقات، وبحال هكا تقراي قران تهديه ليهم، بالصلوات، بحال هكا الواحد الا مشى يحج يحج ليهم، ما حجوش مساكن يحج ليهم. ايوا الحمد لله والشكر لله، الله يخلي لكم الوالدين ديالكم، واللي ما عندوش الله يرحمهم. السلام عليكم.